السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في منطقة شكوتشاير، جينا نصور شقة 3 غرف صالة، مساحتها 135 متر مربع. وصلنا الدور الخامس. في كل دور في 3 شقق، الشقتين هنا عندنا يمين ويسار الشقة، وعندنا شقة خلفية. جينا نصور الشقة الأمامية، هذه شقة مساحتها 135 متر مربع. صاحب الشقة يبغى يبيعها بالأثاث، وإذا تبغى من غير أثاث برضو لكم حرية الاختيار. أول ما نخش الشقة عندنا هنا دولاب خاص بالأحذية والعبات، ويميننا المطبخ. ما شاء الله تبارك الله، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، والأجهزة الكهربائية أيضا، الثلاجة وعيون الغاز والفرن والشفاط، كل شيء مجهز. مسوي حاجة، فاتح الباب اللي هنا على البلكونة، كان موجود هنا باب، فالباب هذا ألغاه زي ما احنا شايفين، الجدار هذا فتحه على البلكونة، فصارت البلكونة مفتوحة على المطبخ بإطلالة رائعة جدا على الطبيعة. ومركب زجاج للبلكونة، شوفوا الإطلالة الجميلة الرائعة، ما شاء الله تبارك الله. إطلالة الطبيعة عند النهر هنا، ما شاء الله تبارك الله، إطلالة ولا أروع. في المجمع الخدمات اللي موجودة عندنا جلسات عائلية، مواقف للسيارات، وهذا البناية تابعة أيضا للمجمع. المجمع عبارة عن بنايتين، خلف البناية هذا فيه بقالة، وفي أيضا محل للفطائر، والسوبر ماركت أيضا موجود، سوبر ماركت شو قريب من المجمع. عندنا الباب هذا أيضا المخرج للبلكونة. نكمل تفاصيل باقي الشقة، نطلع من المطبخ، نجي هنا على اليمين الصالة. شوفوا مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، والديكورات السقفية ما شاء الله، مسوي أشياء جدا روعة في الشقة، ديكورات سقفية وأثاث رائق. شوفوا مساحة الصالة، عند الواجهة الأمامية واجهة على الطبيعة. نشوف الإطلالة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، عندنا إطلالة البحر. تحت البناية في محل أيضا، محل تجاري، وعندنا خلف البناية هذه طريق رئيسي، يعني المواصلات توصل إلى المجمع، يعني المنطقة مخدومة جدا. وأيضا أضيف حاجة ثانية، الموقع قريب جدا من الميدان، يعني خلف المنطقة هذه شكوتشاير الميدان جدا قريب، تقريبا 5 دقائق نكون احنا في الميدان. مول الفورم قريب ايضا، المطار تقريبا 7 دقائق، جواهر مول 10 دقائق، يعني كل المناطق اللي نبغى نروحها قريب من الموقع. نطلع من الصالة نجي هنا الغرفة الأولى. الغرفة الأولى هذا مخليها غرفة بيبي، مخليها بجوارها غرفة ثانية مخليها هو كغرفة طعام، لها بلكونة أيضا، يعني البلكونة الأولى اللي هي من جهة المطبخ مفتوحة، وهذه البلكونة الثانية. بلكونة رائعة بإطلالة ولا أروع، بإطلالة خيالية على الطبيعة.
مقابل الغرفة هذه، الغرفة الثانية، في حمام أول منذ الكرامة مع مغسلة، حمام عربي. نجي هنا على الحمام الرئيسي وانتو بكرامة، عندنا المغسلة والكلوزيت، وهنا المروش، يعني يعتبر حمام متكامل. ونجي أخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية مساحتها جيدة وطلالتها ولا أروع، يعني الشقة ككل مطلة على الطبيعة وعلى البحر. الشقة كلها لها تدفئة مركزية عن طريق الفحم. الخدمات كلها متوفرة فيها. منطقة شكوتشاير منطقة مخدومة، منطقة وسطية تعتبر بكل الخدمات. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.